معكم أختكم المهندسة سمونة حيدري، مرشحة الدائرة السابعة محافظة العاصمة. طبعا طلب مني أخوي بحرين إلكشنز أن أتكلم عن ملامح بسيطة من برنامجي الانتخابي. فأنا يمكن كررت في عدة مقابلات أن مسألة البطالة هي الأولية بالنسبة حقي، ومسألة ملفات العقود، يعني هذه المشاكل اللي احنا نشوفها مشاكل الشباب المتكررة، بالخصوص فكرة ملفات العقود اللي قاعد تأثر يعني على نفسيات الشباب وعلى مستقبلهم. في النهاية احنا قاعدين نقول الشباب عماد الأوطان، عماد الأوطان لازم ما تتأثر، لازم ما تتهزهز. احنا لازم نشوف حلول حق هالمشاكل بالخصوص، وبعدين طبعا بنشوف مسألة التقاعد. مسألة التقاعد إذا احنا قعدنا سن التقاعد ردينا خفضناه بيحلنا مسألة البطالة، مثل ما نفكر فيه ان مسألة البطالة ومسألة التقاعد مثل الميزان. اذا احنا خفضنا سن التقاعد مرة ثانية بصير عندنا شواغر وظيفية وبنحل جزء من موضوع البطالة، وبالاضافة الى مسألة اعادة الزيادة للمتقاعدين، اذا حلنا موضوع البطالة بنحل مشكلة صندوق التأمينات الاجتماعية بحيث ان احنا نقدر نرجع الزيادة للمتقاعدين بإذن الله. شكرا يا اخوي.